أحمد، الوضع عندك عامل إزاي وعدد المرشحين الموجودين في الإعادة؟ صباح الخير يا منى واهلا بيكي. بالفعل انا في مدينه دمياط وتحديدا امام مدرسه دمياط الثانويه، يعني هنا في محافظه دمياط تم الاستعداد منذ ايام ب 251 لجنه منتشره في انحاء المحافظه للتصويت بقوة تصويتية يعني تقدر بحوالي 1,040,000 مواطن دمياطي اليوم حق الانتخاب في جولة الإعادة في مجلس الشيوخ. مفروض احنا ان شاء الله هنبدأ الساعة 9 صباحا. كنت حاليا الآن الهدوء يسيطر على المكان، في التاسعة يتم فتح اللجان. بخصوص النواب، يعني محافظة دمياط لها نصيب مقعدان في مجلس الشيوخ، تم حسم مقعد أو أول مقعد من الجولة الأولى، والمقعد الثاني يتم حسمه في جولة الإعادة بين مرشحين. كمان بالنسبة للقوائم، يعني وهي في قائمة شرق الدلتا، يعني تم حسم القائمة من الجولة الأولى. وإليكم في الاستوديو من هذا المشهد، ونتابعه معكم على مدار هذا اليوم.